انا اؤكد انه حديثي بالاساس ليس حديثا ضائفيا، وانما هو في الحديث قومية قصاد قومية، زي ما احنا الان بنتكلم عن او هوية قصاد هوية، هي قومية فارسية قصاد قومية عربية، قومية عثمانية قصاد قومية عربية. مع النهاردة يعني انا بشوف الحياة السوشيال ميديا واندهش جدا من دعوات البعض انه يقول انه تركيا بلد اسلامي ينبغي ان نقف معها. احنا تركيا احتلتنا، الانجليز احتلونا، الفرنساويين احتلونا، الحقيقة ما رأيناه من العثمانيين في احتلالهم لمصر هو تاريخ بغيض من العبودية والإذلال والتخلف، جلبت لنا مزيد من التخلف. احنا شفنا في الاحتلال الفرنسي قد ايه قدموا، انا مش بمجد احتلال هنا طبعا، عشان برضو ما يبقاش ما تتخذش الامور بصورها، انما الاحتلال لما جه قدم جزرة قصاد العصا شفنا انها كانت حملة جزء منها كان تنويريا بامتياز، وفي كل الحملة الفرنسية كانت عندما اتت الى مصر كان فيها اطباء وعلماء اثار وعلماء جيولوجيا وعلماء حاجات كتيره جدا. الاحتلال الانجليزي عمل اشياء كثيره جدا ما زالت باقيه حتى الان، ومنها السكه الحديد اللي موجوده مثلا في مصر وشق ترع وغيره. انما ما الذي ينفعله الاحتلال العثماني لبلادنا كلها ومنها مصر غير الاذلال والعبوديه والتخلف والحراملك وغيره وغيره وغيره. ما فاكرين احنا اظن التاريخ مش صعب ان احنا نقراه فنعرف ايه اللي بيحصل. لا، تركيا دولة آسمة واجرمت كثيرا في حق مصر، وزي ما هي الحقيقة يعني من اعمالكم سلط عليكم، قامت ب يعني اسقاط الطائرة الروسية، والحقيقة ده رد لنا احنا كمصريين يعني بمنحة إلهية كده يعني بعض الاعتبار امام هذه الدولة اللي كلها طغيان وبتكلم عن الحرية وهو يعتقل الصحفيين ويقتل المحامين ويقتل غيرهم. يعني ده لسه في بيان منذ بضع ساعات تقريبا ان تركيا بتسحب اعتذارها لروسيا بشان ضرب الطائره الحربيه الروسيه، واعرب عن اسفه، هو اعرب عن اسفه وكان قال بس كان ليه تصريح انه لم نكن نعلم ان هذه الطائره روسيه، لو كنا نعلم لكان لنا شان اخر او لو كان لنا تصرف اخر، ما اعرفش كان ممكن يعمل ايه يعني، بس ما علينا.